رحب بحضراتكم معنا مرة تانية. زي ما قلت وأنا بقدم الفقرة قبل الفاصل، مستقبل الطاقة في مصر، إحنا كنا فين وبقينا فين وإيه اللي اتحقق، ده هيكون موضوع كلامنا في فقرتنا دلوقتي، في ظل أنه كان في مشاكل كبيرة وكتيرة في الملف ده. وصولا النهاردة بنتكلم أن مصر هتكون مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، اكتشافات بترولية، صناعات كمان مكملة وما إلى آخره. إزاي ده اتحقق؟ إزاي نبني على الإنجاز اللي تم وعلى الطفرة اللي اتحققت؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده في الحياه اليوم، باشمهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول السابق، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ودكتور ثروت راغب رئيس قسم هندسه البترول في الجامعه المصريه الصينيه، اهلا وسهلا، شرفت بحضرتك. انا هقول لحضراتكم باشمهندس مدحت، يعني قبل ما نطلع على الهواء يعني افتكرنا مع بعض كده احنا كنا فين، لان في الوقت اللي هو يعني كان باشمهندس في نائب رئيس هيئه البترول كان في عز الازمه. بالظبط. وكنا بنتكلم على الشركات اللي ماشيه وعن الاول اللي مشيت، وبنتكلم على الازمه في الطاقه والوضع والغاز، الغاز هيخلص، الاحتياطي اللي عندنا ما فيش. دلوقتي احنا بنتكلم على اكتشافات وعلى حاجات ايجابيه اتحققت. انت كنت شاهد على الفتره دي. بالظبط. ودلوقتي انت شايف الوضع ده اختلف ازاي؟ يعني متابعتك بتحس بايه يا باشمهندس؟ والله الحمد لله ان احنا رجعنا لاصلنا، رجعنا للمعدلات بتاعتنا، رجعنا ل اهدافنا اللي كانت منشوده من قبل كده. كنا بعد في الفتره العصيبه اللي احنا مرينا بيها 2011 وما تبعتها من اضطرابات وفوضى في الشارع المصري، وفوضى حتى تاثرت البنية التحتية للعديد من المشروعات البترولية اللي هي كانت ليها باع كبير قوي في عملية إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي. تم تدبير المنصات الأرضية في بعض الحقول بفضل تجمهر أهالي وفوضى شعبية حصلت. انسحب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال استكشاف النفط والغاز. تأثرت الصناعة طبعا، توقفت التنمية في الحقول اللي كانت مكتشفة. اتأثرت بشكل كبير جدا، تبعتها بقى انخفاض كبير جدا في الانتاجية. تبعتها عدم كفاية الانتاج لمتطلبات التنمية، عدم كفاية الانتاج لاحتياجات المصانع والوحدات الاقتصادية والصناعية ومحطات الكهرباء وتوقفت. اتأثرت كل البنية الأساسية اللي بتعتمد عليها مصر في خدمة المواطن تأثرت بشكل كبير جدا. كهرباء، انقطاع متكرر في الكهرباء، عدم توافر المنتجات البترولية بصفة دائمة. كنا مستنيين السفن تيجي من البحر بالبترول من أشقائنا، كانت المراكب يعني بتروح بره، مفيش قدرة على فتح اعتمادات مستندية، مفيش أموال، مفيش فلوس، مفيش، يعني كانت العملية صعبة جدا. مفيش تنظيم، مفيش طبعا الفترة اللي تم حكمها طبعا بفوضى كبيرة جدا، ما كانش في عندهم القدرة على ازاي التنسيق ما بين الاحتياجات وبين الانتاج، وبعدين ازاي توصيل الانتاج في التوقيت المناسب لاحتياجات الشعب لاحتياجات المواطن. عملية اللوجستيات وربطها بالانتاجية عملية كانت محتاجة خبراء كبار جدا يقوموا بيها، لكن طبعا القيادة كانت قيادة سياسية وقتها كانت يعني بتدي افكارها لاتجاه تاني خالص، خلاف ان هي توجه طاقتها وجهودها بالظبط بدل ما بتفكر في خدمه المواطن وخدمه القطاعات الاقتصاديه المصريه. لا، ليها كان افكار اخرى تانية خالص طبعا. تاثرت بيها بقى طوابير على المحطات، طوابير على ما فيش متوفر منتج، المنتج مش متوفر، اولويات الاحتياجات المواطن مش ملبيه في التوقيت المناسب. النهارده اللي حصل بعد عودة الاستقرار بقى الأمني والسياسي في مصر، هي دي الطفرة اللي حصلت. تم إعادة المحادثات مع الشركاء الأجانب بعودة استثماراتهم مرة أخرى لتنمية الحقول اللي كانت مكتشفة، للبحث واستكشاف في مناطق جديدة. طبعا ربنا كرمنا بحقل ظهر، ربنا كرمنا كمان بقى يعني أنا عايز أقول إن الرئيس السيسي هو اللي قاد المفاوضات مع الشركاء الأجانب في عملية التنمية وضمانات استرداد الاموال اللي كانت مستحقه ليهم، مديونيات المتاخره. يعني الرئيس السيسي بنفسه يقود تلك المفاوضات بشخصه مع وزير البترول ووزير ورئيس الوزراء، ويتعهد لهم بصفه شخصيه ان هو بصفه شخصيه ان الاموال دي هتسدد على مراحل محدده، ولما لم تسدد هو اللي هيسددها بضماناته الشخصيه. تخيلي هذا الموقف. فطبعا ادى مصداقيه كبيره جدا للشركاء الاجانب، ابتدوا
تاني يضخوا أموالهم استثماراتهم، بانت بقى التأثير بوضوح باكتشاف زهر، باكتشاف بدخول الإنتاج للمناطق اللي كانت مكتشفة قبل كده، شمال اسكندرية، غرب الدلتا العميق، حقول بقى نورس وريفن وبعدين قصة ترسيم الحدود البحرية ده لسه ده حاجات كتير قوي ده انا مش عايز اقول، لكن قطاع البترول بقى رسم استراتيجية كبيرة جدا وواسعة قوي، بحيث ان احنا بقى عندنا القدرة دلوقتي ان احنا نمشي في اتجاهات متعددة. اولا ازاي نزود انتاجنا بشكل كبير جدا في مجال النفط، في مجال النفط والغاز والمنتجات البترولية، ازاي نقلل وارداتنا من الخارج من المنتجات البترولية المستوردة زي البنزين والسولار والمازوت وخلافه، ازاي نعمل التوازن ما بين الاحتياجات والمتطلبات السوق المحلي وما بين ان احنا برضو يكون لينا تصدير في الخارج واقع برضو. ازاي نستفيد من الغاز الطبيعي من احنا نستعيد بيه عن استخدامات كتيره جدا عن البدائل اللي بيتم استيرادها من الخارج زي المنتجات البتروليه الاخرى. ازاي نعظم انتاجنا من البتروكيميكال. أهداف واستراتيجية كانت واضحة قوي، واضحة المعالم. إزاي بقى نأمن احتياجاتنا المستقبلية من الطاقة. مركز مصر بقى تبوأت مركزها الإقليمي، مصر أصبحت مركز إقليمي تداول الطاقة. إزاي تستفيد من موقعها الجغرافي والاستراتيجي وبنيتها التحتية. طب اسمح لي نرجع بقى في الجديد ده، وكل عنوان من اللي حضرتك قلته تحتيه تحتيه تفاصيل كتير. ايوه صحيح.